اهلا وسهلا حلقات بلدي وحلقات نيل وحلقات كل الناس اللي بتابعونا الان انضموا للمتابعه من خلال هذا الدفتر الصباح الحي عبر صباح الشروق. نمشي لجانب اخر يتعلق بالتكنولوجيا والانتشار الرقمي الكبير. التكنولوجيا يعني ممكن تكون لديها ايجابيات وسلبيات كثيره كما يعلم المشاهد الكريم، لكن ان نستخدم هذه التكنولوجيا في التسويق الرقمي، في ايصال المساعدات المختلفه، في تنميه مشاريعنا هو الجانب الاهم والابرز في حياتنا، خاصه انه بنسمع عن استراتيجيات التسويق الرقمي، يعني زي ما عارفين انه الاستراتيجيه هي مجرد خطه عشان تصل لهدف ما، لكن الاستراتيجيات بتختلف في مجال التسويق باختلاف تطور التكنولوجيا المتسارع. نعم، غير انه التسويق الرقمي بيسهل عليك وعلى الاخر، يعني وقت ومجهود ومسافه وغيره. احنا داخل الاستوديو معنا محمد حسن علي جيلي، خبير التسويق الرقمي واختصاصي تحليل مواقع التواصل الاجتماعي بشركه ام تي ان، وغير انه هو مدرب ومتحدث في التسويق الرقمي. اهلا ومرحبا بك محمد، كيف حالك؟ مرحبا بك لينا وحمزه، ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم في صباحيه او صباح الشروق ان شاء الله. اهلا وسهلا. طيب خلينا نعرف المشاهد الكريم يعني شنو تسويق رقمي، يعني بيعرف انه قاعدين نسوق في وسائطنا لمنتجاتنا او كذا، لكن ان يكون التسويق الرقمي عنده استراتيجيه مربوطه بتطور التكنولوجيا كفريق عمل واحد، حتى الشركات اللي بتكون داخل الوسائط الرقميه، ده شيء اخر، نعرفه المشاهد الكريم. طيب زي ما في المقدمه بتاعتك، ما في حاجه بتمشي صح الا يكون في استراتيجيه. والتسويق الرقمي ما اكسبشن او ما استثناء. انت عشان تكون عارف روحك ماشي لوين لازم تخط الاستراتيجيه بتاعتك، عشان تكون عارف انت ماشي صح ولا ما ماشي صح لازم تخط الاستراتيجيه بتاعتك. فاي شيء بيبدا باستراتيجيه تكون مظبطه صح. مظبطه صح دي ذاتها بناء على انت منو، امكانياتك شنو، واهدافك شنو. حاجة ملاحظة في مجالنا انه معظم الشركات بدأت تخش في موضوع التسويق الرقمي، لكن ما في استراتيجيات واضحة. الناس لانه هم اوريدي هم بيستخدموا الفيسبوك، تويتر، انستغرام، فمفتكرين الموضوع ده هو نفس الحاجة. انا بنزل لي بوست، بنزل لي تويتر والموضوع انتهى. انا بسوق بالضبط كده. فدي المشكلة هنا، لانه نحن مستخدمين يعني بصورة طبيعية. لكن لما الموضوع يكون بيزنس، او حتى لو ما بيزنس ربحي، حتى لو انت عندك في مجال التطوع او العمل التطوعي، انت دار تنشر فكره معينه، او انت كمسوق دار تنشر منتج معين، فانت لازم تعرف المنتج ده هيتقبله الناس وين، فئات واحده من الوسائط الرقميه، ولازم تعرف منافسينك رقميا شكلهم كيف. فعشان كده الموضوع مختلف تماما، يعني في حتخش في منافسه. البوست العادي ما في منافسه، فانت لما تنزل بوست لكن كشركه او كمؤسسه المفروض تكون خاطي في بالك المنافس حيشوف البوست ده كيف، حيشتغل على اساسه كيف، مثلا ده في جانب المنافسه. في جانب تقبل المسج نفسها والرساله بتاعتك، انت برضه لازم تكون عارف الزبون في عصرنا الرقمي هو بيتقبل شنو. بيقول لك مثلا البوستات القصيره، مثلا مرات بيقول لك لا والله الفيديوهات، الحاجات دي كلها بتتخطى في المستوى بتاع الاستراتيجيه، على اساس بتعرف انت تبدا تسوق لروحك كيف، او توصل الرساله بتاعتك كيف، حتى اذا انت ما كنت جهه ربحيه. يعني انت بعدين بتحدد، يعني تستهدف الجهات، كل جهه مثلا لحالها، الجهه اللي بتحب الفيديوهات، الجهه اللي بتحب البوستات القصيره وغيره وكذا. بالضبط. طيب نربط مره ثانيه بصوره اوضح، انت محلل مواقع التواصل الاجتماعي بشركه ام تي ان، وفي نفس الوقت خبير تسويق رقمي. طيب احنا كافراد بنتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انا اقدر مثلا كمذيعه اقدر اسوق لنفسي، او كيف اقدر انه انا استهدف جمهور معين، ده باعتباره جزء من التسويق الرقمي؟ صح، ايوه صح. في حاجه بسموها البيرسونال براندنج، او ترجمه حرفيه هي اللي هو الماركه التجاريه الشخصيه تقريبا كده ترجمه. الانترنت وفر للناس الامكانيه انه الواحد يسوق روحه زي ما قلت كانه هو منتج، بس بصوره يعني لطيفه ومقبوله. فانت حتتجهي لنفس السياسه بتاعت الشركه، الشركه بتخط استراتيجيه، فانت برضه بتخط استراتيجيه لروحك. كان في دوره عملناها في ام تي ان، كانت سبحان الله هي تحديدا في نفس الموضوع، انه الاعلاميين وجودهم في السوشيال ميديا، وجودهم في الوسائط الرقميه، كيف يكون فعال. ف
فالحاجه دي قلنا لهم والله بتبدا اول حاجه بانك انت تعمل تحليل لوضعك، انت مميزاتك شنو؟ انت مثلا مذيع بتاع تلفزيون، فبالتالي اطلع طريقه الكلام، فلازم تكون تحاول تستفيد من الحاجه في الوسائط الرقميه. انت مذيع بتاع اذاعه مثلا، معناه الصوت، الخامه بتاعت الصوت، فبالتالي انت حتشوف الوسائط الرقميه اللي بتدعم لك موضوع الصوت. يعني مثلا ممكن واحد يكون عنده مدونه خاصه به، ومذيع بتاع اذاعه راديو يكون عنده مدونه خاصه به وتكون فيها ملفات صوتيه. يعرف شويه عن انه انت كيف تقدر تطلع فيديو من صوت. يعني صوت وباك جراوند. ف اعلامي بيكتب. مجالات مختلفه. موضوع عايز اجتهاد طبعا. طيب لو جينا لجانب اخر ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات في مجتمعنا سونا، ذكرت انت ممكن احنا نسوق لكن الطرق كيف والكيفيه هي اللي ما بتكون موجوده في عقليه الشخص اللي بيسوق. فنحن لو عايزين نعزز من ثقافه عمل الاستراتيجيات الرقميه، نضع اهداف معينه عشان نصل لاهداف منشوده، المطلوب شنو؟ سواء كان فكره عامه او لجهات معينه، مؤسسات غيرها يعني. المطلوب الواحد يعرف السكيلز او المهارات المطلوبه في كل وسيط رقمي مختلف. لان انت اذا مؤسسه فمفروض تعرف الستاف بتاعك بتاع القسم بتاع التسويق الرقمي المفروض يكون فيهم نو. وكل زول المهارات المحتاج لها شنو. المفروض تكون عارف متابع، عارف الانترنت الحاصل فيه شنو. الناس برا، لانه الناس برا فاتونا كثير. صحيح. يعني نحن الفتره بتاعت الحظر الامريكي والعقوبات دي خلتنا نحن متاخرين شديد جدا جدا من باقي العالم. وفتره الحظر دي تحديدا هي الفتره اللي حصل فيها الريفوليوشن او الثوره بتاعت الانترنت والتسويق الرقمي. فنحن حاليا ان شاء الله يعني في اي هو سؤال انه شنو حيحصل مثلا لو تم رفع العقوبات الدوليه عن السودان، شنو بيتغير في البيئه الرقميه؟ اللي بيتغير في البيئه الرقميه انه نحن حنبقى مفتوحين اكثر على برا. دي عندها جانبين، جانب ايجابي وجانب سلبي. مفتوحين على برا معناها نحن بنقدر نسوق منتجاتنا لبرا للعالم كله. الحاجه دي مثلا نحن متميزين بصادرات معينه ممكن تكون ما متوفره، السمنة العربي، عندنا الثروه، نحن الثروه مبالغ فيها، الثروه الحيوانيه، المعادن، الحاجات دي كلها، السمسم، كل الحاجات اللي السنمك، الحاجات الموجوده في في في, في الواطي يعني. صحيح. الحاجات دي كلها انا قبل كده كنت بتكلم مع مدير شركه هو بيصدر السنمكه. قال السنمكه دي في المانيا واليابان بيستخدموها في 50 دواء. 50 دواء بس السنمكه دي. فنحن حنلقى روحنا عندنا امكانيه نسوق عن طريق الوسائط الرقميه، يعني ما بالصور التقليديه بس. الوسائط الرقميه ممكن شركه هنا صغيره شديد تكون شغاله كوسيط، ما عندها ايفن الصمغ العربي. موجود هو في مناطق انتاج الصمغ العربي، عنده انترنت، عنده لابتوب بيشتغل عليه. يبقى وسيط يسوق لمنتجاتنا دي برا. الحاجه دي حاسه هي ممكن، لكن لانه في مجموعه من التقنيات ما متوفر عندنا فالتسويق ممكن فعال شديد. يعني مثلا الاعلانات المدفوعه، انا ما بقدر حاليا ادفع لفيسبوك وجوجل عشان يوصل اعلاني لليابان مثلا او المانيا. بعد شوي حتتفتح. في جانب ثاني تكلمنا عن الجانب الايجابي، في جانب السلبي. طالما احنا فتحنا على العالم، الناس بالخبرات المتراكمه في الفتره بتاعت الحظر الاقتصادي هيحاولوا يستهدفوا السوق السوداني، صح؟ يعني عندنا مصنعين محليين هنا، وعندنا شركات محليه. الناس دي اللي بكل خبراتهم والتقنيات المتوفره لهم هيحصل غزو للسوق السوداني. عادي واحد قاعد هنا في 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 الخرطوم يطلب موبايل من امازون، ما حيطلبه من محل هنا في شارع الرياض او في عماره السلام. فحتبقى في زي ما بقول العولمه حتجينا بتفاصيلها كلها، يعني حنفتح للعالم بصوره كبيره شديد. فالمفروض من الشركات تبدا تستوعب الموضوع ده، الايجابيات والخطوره، وتبدا تحول كل مشروعاتها على 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 التسويق الرقمي. بالضبط. تمارين الناس ثاني ما في زول هيطلع من بيته زي ما ذكرت عشان يجي السوق عشان يشتري حاجه بالتليفون وبيسالك لغايه. صحيح. استاذ محمد، يعني الاتجاه الجديد اصبح بالنسبه للمتلقي في الوسائط الرقميه هو جانب الابهار والادهاش البصري اللي بيخلي الشخص انه ينجذب لهذه الماده وانه يقعد فيها اكثر مده حتى لو كانت طويله. صحيح. فالمطلوب
مننا. يعني لو اتكلمنا عن التسويق الرقمي يجب ان ننفتح وندخل فيه جانب الترويج للسياحه السودان موروث الحضاري السوداني، وكان برضه من اهتماماتكم انتم في المجال ده. فكيف ممكن نسوق له بصوره مبسطه بصوره جاذبه عشان تكون الفائده اول للشخص اللي هو بيسوق واقتصاد البلد يعني. صحيح صحيح. في 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 مثال بتاع اغنيه اشتهرت شديد اسمها ديسباسيتو تقريبا، عرفتوها صح؟ الأغنية دي اشتهرت من أكثر الفيديوهات في يوتيوب اشتهرت صحيح. وانتشرت شديد. الغرض منها كان تسويق لسياحة في منطقة ما. فنحن مفروض نستوعب إنه فعلا العالم أول حاجة هو محتاج للسودان كوجهة سياحية. في مناطق كثيرة في العالم سياحية لكن الناس خلاص اوريدي يعني مشيتها وخلاص بقت مستهلكة، حتى المعلومات عنها السودان فيه حاجات كثيرة المفروض الناس تكتشفها. طيب نحن كيف نساعد في الحياة دي ونسرع فيها؟ أغنية زي ديسباسيتو يكون فيها عمل ظريف من الجهات بتاعت الميديا برودكشن أو حتى القنوات التلفزيونية، صور جميلة جدا جدا، الفوتوغرافرز السودانيين. الحاجة دي ممكن تكون ممكن تظهر في شكل مبادرات أو ممكن تظهر في شغل متخصص من الوكالات بتاعت السياحة السفر والسياحة. ما في حاجة، ما المفروض يكون عندنا نحن حدود في الموضوع ده. صحيح. عندنا الطبيعة، عندنا الأماكن المختلفة. جبل مرة أنا بشوف في صور في فيديوهات في جبل مرة حياة ما طبيعية، حقيقة مدهشة يعني، حاجة لكن ما فضل عارفة. صحيح. حتى هم أهل السودان ما عارفين، ما عارفين يعني. أنا واحد من الناس والله يعني لما شفت الفيديوهات كنت مندهش شديد جدا. الفكرة جميلة، ومن خلال التسويق الرقمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله نقدر نعمل حاجة نعكس صورة السودان الطيبة السياحية الجميلة. شكرا لك كثير جدا محمد حسن علي الجيلي، خبير التسويق الرقمي واختصاص تحليل مواقع التواصل الاجتماعي بإمتياز. الله يبارك فيك والله. لكن نحن حنعيد المشاهد إن شاء الله ومنتجنا أنس انه هو لديه ارتباط ايضا بتحليل مواقع التواصل الاجتماعي عشان نقدر كيف نستفيد من هذه المواقع، ما صور وفيديوهات وكلام وكذا ونسى، نقدر نستفيد منها بصور مطلوبه ونقضي فيها وقت اكبر. احنا مقدرين جدا. الله يبارك فيكم، شكرا لكم.